نشارك اليوم في مظاهرة قطرية في باقة بنات وأبناء شعبنا لنسجل موقف ومقولة ضد صفقة القرن، صفعة القرن التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية والتي نرفضها جملة وتفصيلة دون الخوض بأي من البنود. هي صفقة بين اثنين متهمين، بين اثنين مرتجيين، آخر ما يهمهم هو إحقاق السلام والعدل الاجتماعي في المنطقة. نخرج لنسجل موقف، هذه بداية لسلسلة خطوات سنقوم بها في المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، رافضين الصفقة ورافضين من يقف وراء الصفقة والتواطؤ مع صفقة وصفعة القرن ضد الفلسطينيين.